لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حتى نفوز في رمضان لابد من حفظ اللسان. جارحة اللسان من أخطر جوارح الإنسان. في كل صباح الجوارح كلها، الأعضاء كلها تؤنب اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. جارحة اللسان من أخطر جوارح الإنسان، التي تكون سبباً في دخوله النار إذا أطلقها في معصية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكب الناس على رؤوسهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. الفم أي اللسان، من أكثر ما يدخل الإنسان النار لسانه. وهل الكفر إلا كلمة يقولها الإنسان؟ لسان الإنسان، لدغة اللسان أشد من لدغة الثعبان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، بل لدغة اللسان وجرح اللسان أشد من لدغة الثعبان، لأن لدغة الثعبان تؤثر في البدن، أما لدغة اللسان فتؤثر في الدين، وتؤثر في الإيمان، وتؤثر في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للسان أحد أمرين: إما أن يتكلم في الخير، وإما أن يسكت، فليقل خيرا أو ليصمت، ليس ثم أمر آخر. إما أن تتكلم فيما هو فيه خير، في المصلحة، في الطاعة، فيما يقرب إلى الله، في الإحسان، في المعروف، وإما أن تسكت. وإذا اشتبه عليك الكلام فلم تدري أهو صالح أم طالح، أهو في الطاعة أم في المعصية، أهو في الخير أم في الشر، فأمسك. يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. فالإنسان إذا استقام لسانه استقام إيمانه، فلا بد أن يحفظ اللسان، أن يحفظه عن كل قول لا يرضاه الله عز وجل، عن كل قول لا يحبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة في ثلاثة أشياء. لما قيل له عليه الصلاة والسلام من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يشير إلى لسانه فيقول: هذا الذي أوردني الموارد، فماذا يقول الواحد منا، ماذا نقول نحن. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يضع ثوبه في فمه إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن لسانه تعود على ذكر الله عز وجل، فيحترز ويحتاط من دخول الخلاء فيضع ثوبه في فمه. ربما يكون ذلك، أو يقول البعض، في الزمن الماضي، بل إن الإنسان ليعلم أناس في هذا الزمان، ليس في الزمن الماضي بل في هذا الزمان، وبعضهم أحياء، كان بعضهم أجريت له جراحة لما أخذ المخدر، لما أخذ البنج، وغاب عن الوعي، ظل يقرأ القرآن وهو غائب عن الوعي،
حتى ما استطاع الطبيب أن يجري له الجراحة إلا بعد أن وضع القطن في فمه. هذا إنسان يعيش معنا وأعلم غيره، يختم القرآن في كل 3 أيام، وأعلم غيره كان يقرأ ما بين الظهر إلى العصر من سورة البقرة إلى سورة الشعراء. احفظ لسانك، أطلقه في الخير، في الحق، في المعروف، واحذر أن تطلقه في غير ذلك. فإن أطلقته في غير المعروف والخير فإنما أطلقت على نفسك وحشا مفترسا يأكل الحسنات، ويا ليته يأكل البدن، إنما يأكل الحسنات. احفظ لسانك، تحفظ دينك، تحفظ كرامتك، تحفظ أخلاقك، تحفظ قلبك، تفوز برمضان بإذن الله عز وجل. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.